المشكل ديال كوفيد وهذا. المهم المغرب عرف باللي راه فعلا هاد المهنه هذه كاينه في المغرب، والحمد لله خدمنا بها في مستشفيات، خدمنا فيها في دور ديال الامن، كوميساريات والولايات كنا خدمنا معهم. في هاد الشركه ديالنا تكريات اون 2008 تقريبا واحد 15 سنه ديال التجربه المهنيه. الحمد لله وصلنا بها دابا لاننا كنخدموا في مدينه الدار البيضاء كمدينه الاساسيه، ولكن كنخدموا خارج الدار البيضاء، يعني مراكش، اكادير، اسفي الجديده، يعني كاين عندنا بني ملال كذلك، كنخدموا بزاف ديال في مدن مغربية. المهنة ديالنا في الأساس مهنة اللي هي مهمة جد، مهمة لحماية الصحة ديال المواطن، لأن بالنسبة بدون هاد المهنة هذه غادي يكون مشكل كبير، لا من في المخابز ولا في الفنادق ولا في الإقامات كذلك، لأن دابا كتعرف في هاد لا بيريود استيفال كنشوفوا إقامات واللي فيهم مشاكل كبيرة ديال التعابين وديال العقارب وهذا. وبفضل المهنة ديالنا الحمد لله كنحاولوا أن الناس تعيش في أمن وأمان، وتعيش زعما في واحد الراحة، لأن الناس ملي كتمشي لأماكن ديال الاستجمام وأماكن ديال الراحة خصها تلقى راسها مرتاحة بدون نويزيبل، سون نويزيبل اللي كنقولوا، بدون الحوايج اللي غادي يزعجوا الراحة ديالها. العمل ديالنا كنخدموا في كل ما هو محاربة الجرذان أو القوارض، وكذلك الحشرات الطائره والزاحف لي زانسكت فولون اي رومبون، وكذلك كنخدموا على لي بيجون دي بيجوناج، حيت كاينين شي اماكن شركات اللي كيعرفوا مشاكل كبيره في غياب لا دي بيجوناج، يعني ما الناس كيكون عندهم في السطح ديالهم حمام اللي كتكون عندهم انيتي اندستريال، هذاك الحمام راه كتعرف كيدير الازبال ديالو اللي كيخسر للناس المنتوجات ديالها. مي الحمد لله عندنا طرق باش كنحيدوا هذا المشكل هذا. وكذلك عندنا مشكل ديال لي زابعي بالنسبه للنحل، بالنسبه للشركات بحال لي باتيسري، بحال مطاعم، محلات ديال مثلا ديال كالمقاهي اللي كتكون مثلا في واحد الشكل اللي كيكون فيها حلويات وكيكون فيها مسائل، المشكل ديال النحل كيخسر لهم الخدمه ديالهم. والحمد لله عندنا مواد اللي هي بيو في هذا الباب هذا كنخدموا بها، الناس سون تري ساتيسفي، كليان ديالنا الحمد لله سون ساتيسفي. من غير هذا البرودوي هذا لي برودوي كلهم اللي كنخدموا بهم دي برودوي كو سون هومولوغي، دي برودوي كي سون يعني معترف بهم من وزاره الصحه لونسا، يعني الحمد لله ديك العشوائيه اللي كانت بدات كتمشي، بالاخص اننا دابا في في في, في, في ملي تكريات واحد الجمعيه اللي هي سميتها لا ام 3 دي. الحمد لله هاد الجمعيه في ظرف وجيز، ولو انها مولود يعني ما قبل الكوفيد ببعض الاشهر، ولكن الحمد لله وصلت لواحد المستوى في الوعي وفي تقنين المهنه وفي تكوين كذلك الناس المهنيين اللي في الميدان، والحمد لله وصلنا بالجمعيه لواحد مستوى عالي وجد عالي الحمد لله.